السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسرة اينما كنتم. مرحبا بكم عام جديد. في هذا الفيديو غنتقاسم معكم واحد الخبر اللي كتفرح بزاف واللي كنا كنتظروها هذه شحال كجالية مغربية مقيمة بالخارج. المطلب اللي كنا كنطالبوا به من اجل الدخول الى ارض الوطن ان شاء الله غادي يتحقق، وهنا غادي ترجع الفرحة للجالية بصفة عامة، وخاصة كنتكلم من الفئة الغير الملقحة ان شاء الله. اعطيونا لايكات الاخوان الفيديو باش نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع هذا. طبعا حنا كجاليه مغربيه هنايا كنا كنغوتوا وكنصرخوا من هذه المنابر باش نضغطوا على الحكومه انها تحيدنا ديك الاجراءات الاحترازيه اللي كتفرضها على المواطنين المغاربه، لا مساله اللي متعلقه باللقاح ولا مساله اللي متعلقه بالبي سي ار. طبعا هذا الشيء اللي كنا كنغوتوا عليه دابا يعني خبراء في الصحه ولاو كيطالبوا به مباشره وغادي يطبقوه، وغادي يقول لكم حتى الخبير في اللجنه العلميه شنو قال باش يوضح القضيه دي. كلنا كنعرفوا بان وزير الخارجيه الاسباني غدا غادي يمشي للمغرب اللي هو نهار 1 ابريل، غادي يتلاقى مع وزير الخارجيه ناصر بوريطة وغادي يتناقشوا مساله ديال الحدود والتعاون الامني والامور المتعلقه يعني خاصه بهذا الشيء هذا كامل. هنا البروتوكول غادي يتبدل بطبيعه الحال وغادي يعني يتم اجراءات اخرى. الناس اللي غير ملقحين غير تهناوا هذه المره، هذه ما تخافوا من والو ان شاء الله. وديك القضيه ديال الباكونه الثالثه غير نساوها، يعني مساله ما بقاتش محتاجه الباكونه الثالثه ولا والو. الاخوان تبعوا معايا خبراء في الصحه شنو كيطالبوا. خبراء في الصحه كيطالبوا باش الغاء الكمامات والقيود امام الجاليه المغربيه اللي بالخارج والوافدين الاجانب بصفه عامه، على غير العديد من الدول الاوروبيه، خصوصا ان الايام المقبله ستكون فتره عوده مغاربه العالم الى ارض الوطن، مما يساهم في انعاش القطاع السياحي المتضرر الاول من جائحه كورونا. قال لك في هذا السياق باش نكملوا المقال واحد شويه. قال لك في هذا السياق قال المولاي مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بجامعه الحسن الثاني بدار البيضاء ان المغرب دخل المنطقه الخضراء، يعني المغرب دخل المنطقه الخضراء، الامور غدا مزيان الحمد لله، ما بقاش محتاج لشي اجراءات احترازيه ولا هادشي كامل. وقال لك منذ بدايه مارس الجاري والحدود مفتوحه، كما ان الاجانب يفدون الى المغرب ويغادرونها يعني بطريقه عاديه من المطارات المغربيه. هنا قال لك اضاف الناجي اللي هو الخبير اللي كيتكلم معنا، اضاف ان القيود التي يضعها المغرب المتمثله اساسا في ارتداء كمامات والخضوع للتلقيح هي اجراءات عاديه من اجل ان يحمي المواطن نفسه، مشددا ان هذه القيود اصبحت اختياريه. الله اكبر، هذه القيود اصبحت اختياريه، الاجراءات اصبحت عاديه، اللي بغى يلقح يلقح، اللي ما بغاش يلقح ما يلقحش، الامور اصبحت عاديه جدا، ما بقاش يعني الانسان محتاج انه تزير عليه او تأوبليجي عليه او لا شيء كامل. يعني من خبراء في الصحه ولاو كيقولوا الكلام اللي كنا كنقولوا هذه شحال، واخا هذه شحال نقولوا المغرب ما كانش في المنطقه الخضراء، دابا المغرب دخل في المنطقه الخضراء، يعني ومساله ديال القيود اصبحت مساله عاديه. والجواب اللي غنتقاسم معكم يعني الخبير في اللجنه العلميه شنو قال له، شنو الاضافه اللي قال له اللي غتعجب الناس الغير ملقحين طبعا الحال اللي باغيين يدخلوا للمغرب، اللي راه لا اله الا الله راه 3 سنين الناس ما مشاتش. اوضح عضو في اللجنه العلميه لمكافحه الجائحه انه في القريب العاجل يعني قريبا سوف يتخذ المغرب قرار يقتضي بالرفع الكلي لهذه الاجراءات، يعني الرفع الكلي لهذه الاجراءات، ما تبقى ني كمامه ني بي سي ار ني تلقيح، يعني تدخل المغرب بطريقه عاديه جدا. بغيتي تمشي دير تلقيح شغلك هذاك، ما بغيتيش تمشي ديرو طامبيان شغلك هذاك، داخل المغرب قطع البيه ودخل المغرب. اللي كنا كنطالبوا به من جميع المنابر وكنا كنغوتوا ودرنا مظاهرات على القنصليه وصيفطنا رساله للحكومه، مجموعه من الامور. اذا هنا كيبان بان الغير الملقحين هو خبر صار لهم بزاف. اما المساله ديال واش اللي غيطالبوا بالباكوره الثالثه ولا ما غيطلبوا حتى شي باكوره، لحد الساعه الاجراءات الاخوان احترازيه اللي كيطالبوا من الباكوره الثالثه ما كايناش في ارض الواقع، كاينه جوج الباكونات اللي تقدر تدخل بهم حاليا قبل ما يدوز هذه المرحله اللي كنتكلموا عليها. جوج الباكونات الناس كتدخل بالبي سي ار طبعا. اما القضيه الثالثه ما طبقوها على حتى شي واحد تقريبا، كتبوها في الوراق وفي ارض الواقع ما طبقوها على حتى شي واحد، الناس كانت كتدخل غير بالثانيه. دابا الموضوع متعلق بالغاء جميع الاجراءات، كيفاش غادي يديروا الغيوها؟ هذه القضيه اللي هي مساله مهمه، اللي هو في عضو اللجنه العلميه اللي كيسبقنا الخبر يعني قبل وقته، كيقولنا بان غادي تكون اوضح كما قلنا سوف يتخذ المغرب قرار يقتضي بالرفع الكلي لهذه الاجراءات والعوده للحياه الطبيعيه. ها داكشي اللي كنا كنقولوا، خصوصا بعد استقرار الحاله الوبائيه وتسجيل صفر وفاه بكوفيد. اذا هنا الامور ما بقاتش كتستدعي شي زيار او شي اجراءات. من جهته اكد البروفيسور الابراهيمي عضو اللجنه العلميه اللي هو واحد اخر لمكافحه جائحه كورونا ان الوقت حان من اجل السماح للمغاربه بالعوده الى بلدهم، وكذا السياح بشهاده تلقيح فقط مثلا او بتحليلات البي سي ار. هذه ولا هذه دابا ومن بعد قال لك
على امل الرفع التدريجي والنهائي لهذين الشرطين قريبا. يعني كي غادي يفتحوا، كي غادي يمشي خوسي لويس الباريس وزير الخارجيه الاسباني للمغرب، غادي يقولوا لنا غادي يفتحوا الحدود مباشره، غادي يبقاو يدخلوا المغاربه للمغرب هذا الشهر هذا اللي جاي مثلا. يعني اما عندك اللقاح دخل، اما عندك البي سي ار دخل، وحده في الجوج. من بعد واحد شويه غادي يحيدوا كل شيء، يعني من هنا للصيف غادي يحيدوا كل شيء، صافي ما يبقى لا تلقيح ني بي سي ار ني والو، غير مساله غتجي تدريجيه. يعني بالنسبه للناس اللي كيبروغراميو، وغالبا الجاليه المغربيه طبعا الحال الدرجه الكبيره فوقاش كيديروا عطله شهر 7 و8، اما شهر ابريل ولا ماي ماشي بزاف. فمباشرة بعد يمشي الباريس وزير الخارجية الإسباني للمغرب، غادي يتم الإعلان على النهار الفلاني، غالبا غتكون السيمانة الجاية ولا على أكثر تقدير يعني واحد 15 يوم غالبا، ما غاديش يتعطلوا بزاف، وغادي يعني يدخلوا المغاربة للمغرب ابتداء من هذا الشهر اللي غادي يعلنوا عليه مثلا بوريطا مع خوسي لويس الباريس. غادي يكون إما بي سي إر إما الكمامة إما تلقيح وحده فيهم، من بعد غادي يحيدوهم كل شيء، يعني تدريجيا غادي يحيدو كل شيء، وغتبقى تدخل المغرب بطريقه طبيعيه جدا جدا، وهادشي هذا ما غاديش يتعطل بزاف الاخوان. غالبا شهر 5 ولا 6 غادي يتم الغاء جميع القيود بصفه نهائيه، والدخول الى ارض الوطن، المطلب اللي كنا كنغوتو وكنقولو لبواك وك عباد الله، راه خصنا ندخلو للبلاد. طبعا هما كانوا كيعزيو داكشي كامل وديك الزيار كامل، لماذا؟ للحالات اللي كانت في البلاد اللي كانت كدعي عليها وزاره الصحه، علم الله واش بالصح ولا ماشي بالصح، لان ملي بقاو كيبانوا صفقات مشبوهه وبقاو كيبان التخرويض، ما عرفنا لا داك الحالات اللي كانت كدعي عليها بالصح ولا كانوا كيكذبوا فيها ولا شنو كان وقع تما، لان كاين تلاعبات في البي سي ار، كاين تلاعبات في الباكونات، كاين تلاعبات في الكمامات، كاين تلاعبات في مجموعه كبيره من الصفقات اللي كانت يعني وزاره الصحه عندها يد فيها. وهنا بقينا كنعرفوا واش صح ولا كذوب داكشي اللي كانوا كيعطيونا والارقام اللي كانوا كيعطيونا، يعني تدعو الى الشك، بما ان يعني كاين اختلاسات ديال الاموال ديال الملعب. إذا الأخوة والأخوات، الخبر المفرح هو أن غير الملقحين غادي يرتاحوا مع راسهم، الحمد لله غادي يقدروا يدخلوا البلاد بدون أي إجراء. بصفة عامة اللي لقح الله يعاونو، حنا كنا كناديو أن لا داعي، ولكن المسألة كيبقى اختيارية بطبيعة الحال، خص القضية كتوقف على شوية ديال الصبر فقط، لا أقل ولا أكثر، ماشي بزاف. دازت يعني فعلا 3 سنين صعيبة على الجالية المغربية بصفة عامة، ماشي سهل الله يحسن العوان، ولكن الحمد لله في آخر المطاف، يعني الناس اللي ما دخلوا في الجسم ديالهم والو، راهم بقاو يعني ناس عاديين موقع والو، الحمد لله عايشين بحال اللي ما كاين حتى شي حاجة. إذا هذا هو الخبر اللي بغيت نقاسمه معكم الإخوان، ونفرح الناس بصفة عامة الجالية، وخاصة غير الملقحين، لأن عارف كاين واحد النسبة كبيرة فيهم. مسألة الإخوان يعني جاية، غادي تلغى جميع الإجراءات الاحترازية والدخول إلى أرض الوطن بطريقه طبيعيه جدا ان شاء الله، ولقاء الاهل والاحباب. تحياتي اليكم جميعا ان شاء الله، اشتقنا الى هذه اللحظه ان شاء الله اللي غادي نتقاسموها معكم، ملي غادي يكونوا ان شاء الله غادي للبلاد. تحياتي لكم كامل اينما كنتم، احيي كل الجاليه المغربيه اللي كيتابعونا سواء من اسبانيا او من خارج اسبانيا وحتى من البلد، وارحب كما العاده بكل مشترك جديد. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.